للمزيد حول المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحشد في قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بحق المدنيين العزل، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. سيد عبد الله، بداية مرحبا بك. أهالي قرية الإمام في المقدادية يتهمون القوات الحكومية بالتواطؤ مع الميليشيات، برأيك ما الدوافع وراء هذا الهجوم على بعض القرى في المقدادية؟ اهلا بك يا حياك الله، اهلا بكم مشاهدي قناتكم الكريمه. لكن عزيز، لا شك ان بمحافظه ديالى موقع جوراتي، موقع تتربع ديالى على موقع جوراتي، مهم جدا بالنسبه للايرانيين. الايرانيين يعتبرون محافظه ديالى هي مساله امن قوي لهم. الميليشيات هي التي تسيطر على محافظه ديالى منذ سقوط بغداد عام 2003 والى الان، منظمه بدر وعلى راسها هذه العامري هي المسؤول الاول عن كل الجرائم التي تحصل في محافظه ديالى، من معقوبه جنوبا الى كلار وناحيه وقضاء منصورية الجبل وقضاء شهربان شمالا. طبعا الكل يعرف، ان القوات الحكوميه تخشى من الميليشيات. الميليشيات هي من تسيطر على الملف الامني وهي من تدير زمام الامور في محافظه ديالى وعده محافظات اخرى، خصوصا بعد تنامي نشاط هذه الميليشيات بعد تاسيس الحشد الشعبي عام 2014. القوات الحكوميه تخشى من مواجهه الحشد الشعبي والميليشيات الاخرى خوفا من الانتقام. طبعا الميليشيات لها اليد الطولة، الدوافع طبعا طائفيه بامتياز. الجيش وقوات الشرطه الحكوميه التي تتبع وزاره الداخليه ضعيفه جدا واجراءاتها ضعيفه، وهي لا تستطيع مواجهه هذه الميليشيات المدججه بالسلاح وذات النفوذ الكبير والعريض. الى اي مدى سيد عبد الله يمكن تصديق روايه الحكومه في ظل القبضه الامنيه للميليشيات؟ طبعا في محافظه يعني يعني الصوره لم تطرح الى الان، لكن الموضوع مبهم الى الان، لكن معلومات اوليه تشير الى ان عددا من المسلحين نصبوا كمينه وقتلوا عده اشخاص من قبيله بني تميم. الاشخاص طبعا مجهولين، مرتبين مجهولين، وفي ساعات الليل طبعا لم يرهم احد ولم يرهم يخرجوا من قرية نهر الإمام أو يدخلوا فيها. بعد هذه المجزرة التي وقعت عدة ضحايا من عشيرة بني تميم، توجه عناصر الحشد الشعبي وعناصر الميليشيات الأخرى وبتوجه طائفي وبنفس طائفي إلى القرى السنية المحيطة بهذه القرية، قرية الرشاد، مثل قرية المهداويين وقرية نهر الإمام وقرى أخرى، ودخلوا إليها مدججين بالاسلحه اكثر من 100 مسلح، يستغلون اكثر من 20 سياره بيك اب دفع رباعي عليها علامات الحشد الشعبي، ومن ثم بداوا باطلاق النار عشوائيا، قتلوا تقريبا 11 شخصا، منهم 3 اطفال وامراه وكبار رجلان كبيران في السن من تولد عام 1946، يعني طاعنا في السن. ليس لهؤلاء ذنب ولا لهذه القريه ذنب، لان القريه مدققه امنيا، المفترض هكذا يكون، ان القريه مدققه امنيا وبالحاسبه ومنزوعه السلاح. ولولا عند هذه الميليشيات، لان قريه نهر القرى المجاوره منزوعه السلاح، لما تجروا ودخلوا وقتلوا النساء والاطفال والشيوخ. يعني مع ان القريه منزوعه السلاح، اي ان المدنيين فيها يعني ليس لديهم اي سلاح تماما، الحكومه والميليشيات تقول ان الهجوم على بعض القرى جاء كرد فعل لهجوم مسلحين من تنظيم داعش، يعني على هذه الرواية الحكومية. ولكن هناك تهديد، بالأمس هدد كل من أبو علي العسكري وقيس الخزعلي من سماهم العشائر والأفخاذ، يعني الذين يسكنون هذه القرى، وصفوهم بأنهم موالون لتنظيم داعش، هددوهم بالتهجير. كيف ترى انعكاسات هذه التهديدات في ظل الفرار الجماعي الحاصل للعائلات من قرى ديالى؟ طبعا انعكاساتها حرب طائفيه، وممكن يعود العراق فيه الى المربع الاول، حرب طائفيه لا تبقي ولا تذر ولا يقف الطرف الثاني مكتوف الايدي. طبعا هناك اناس احتضنوا النازحين نهر الامام والقرى المجاوره، احتضنوهم وحاولوا
إغاثتهم في المساجد وفي القاعات التابعة للمساجد وفي بعض البيوت في معقوبة وفي نواحي معقوبة. طبعا أبو علي العسكري وهاد العامري وقيس الخزعلي بعد كل هجوم يشله تنظيم مسلح أو تشده عصابات مسلحة يخرجون بهذه القوارات المشروخة ويهددوا بال بناء على ذلك. يعني بالتأكيد هناك يعني تغيير كبير طرأ على محافظة ديالى، محافظة ديالى، على التركيبة السكانية للمحافظة، على الخريطة السكانية لها. في ظل هذا التهجير القسري يعني منذ عام 2003 وحتى الآن، كيف يعني تصف الخريطة السكانية للمحافظة؟ الخريطة السكانية ربما تبدلت 50% ربما إذن فقدنا الاتصال بالصحفي العراقي السيد عبد الله الفراجي. نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الجولة، كنت معنا من بغداد.